السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنشرح ساعات بنحتاج سبورة بيضة موجودة على النت وتكون مجانية، ففي موقع اسمه فيرست درافت بيديني امكانيات حلوة ان انا لو انا عايز ارسم اي حاجة بختار اللون واختار الثيكنس، وتلاقي معاك حر جدا انك ترسم، فبتبدأ ترسم زي ما انت عايز، تقدر تضيف تكست لو انت عايز، اي حاجة انت عايز تكتبها تقوله هنا وتكتب للناس تشرح لهم زي ما انت عايز، وتقدر تعمل امبورت واكسبورت للملفات، فتقدر تسيف الملفات ده كصورة او سي بي جي او تعمل لها داونلود كبي ان جي، وتقدر هنا تعمل امبورت للصور تديله مسار معين او تختار ملف عندك من على الجهاز. منتجات كتيرة مختلفة بيسمح بيها تقدر ترفعها وتقدر ان انت ترسم عليه. في برضو موقع تاني بيعتبر برضو زي سبورة بيضة، وهنا في قفل، يعني لما ترسم ممكن تروح قافل الصور بتاعتك بحيث ان ما يحصلهاش اي تعديل بالغلط. ممكن تستخدم الاشكال ديت بحيث ان انت تشرح منها، ممكن تقول له انا عايز ارسم فري فترسم فري، ممكن تقول له انا عايز اكتب، عايز ارفع صورة، عايز امسح، فبديك امكانية حلوة جدا للمسح زي ما انت عايز. ممكن لو انت رسمت تقفل. في خاصية ان انت تقدر تعمل شير مع الناس وانتوا الاتنين تشتغلوا في نفس الوقت، يعني هو بيرسم حاجة وانت بترسم حاجة، ممكن تكون انتوا الاتنين بتفكروا مع بعض، بتخططوا مع بعض، بتنظموا مع بعض، بتفكروا ازاي تسرقوا بنك يعني وترسموا خريطة ليه، فده هيسهل لك الموضوع ده ان شاء الله. وهنا لايبراري ممكن تشوف مكتبة لو في صورة معينة مثلا زي كلاود تقدر ان انت تحملها تضيفها للملف بتاعك، فتقدر تيجي هنا تتعلم عليها وتبقى موجودة وتقدر تكبرها وتصغرها وتغير اللون بتاعها والخصائص بتاعتها كلها تقدر ان انت تعدل فيها.